سلامي سنة الثانية ابتدائي. السلام عليكم، هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أربط بسهم. سوف نربط. أولا، الله خالق البشر والحيوان وكل شيء. الله خالق، أحسنتم، الخالق، اسم الله الخالق. ربط بسهم. ثانيا، الله يرزق الطير والإنسان والحيوان. الله يرزق، جيد، الرازق. نربط بسهم. ثالثا، الله هو المعبود لا شريك له. لا شريك له معناه لا يوجد سوى واحد، أحسنتم، الواحد. الله لا يحتاج لمساعدة أحد. الله لا يحتاج لمساعدة، إذن إنه القادر. نراجع. الله خالق البشر والحيوان وكل شيء، هو الخالق. الله يرزق الطير والإنسان والحيوان، هو الرازق. الله هو المعبود لا شريك له، هو الواحد. الله لا يحتاج لمساعدة أحد، هو القادر. ننتقل إلى التمرين الثاني. رتب مراحل الوضوء بوضع رقم من 1 إلى 9 تحت كل بطاقة. لدينا البطاقات، مسح الأذنين، غسل اليدين إلى المرفقين، النية والبسملة، غسل الرجلين، مسح الرأس، المضمضة، غسل اليدين إلى الكوعين، الاستنشاق والاستنطار، وغسل الوجه. المرحلة الأولى هي، جيد، النية والبسملة. قبل الوضوء أقول بسم الله، ثم ماذا أفعل؟ أحسنتم، أتمضمض. المضمضة أين هي المضمضة؟ ها هي المضمضة، عفوا. ثانيا، بعد النية والبسملة، غسل اليدين، جيد، إلى الكوعين. اثنان، غسل اليدين إلى الكوعين، النية والبسملة، ثم غسل اليدين إلى الكوعين. بعد ذلك أتمضمض، معناه المضمضة. نراجع. النية والبسملة، ثم غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، ثم أستنشق وأستنطر. أين هي؟ جيد، الاستنشاق والاستنطار. ثم بعد الاستنشاق والاستنطار، جيد، غسل الوجه. غسل الوجه 3 مرات، 5. بعدما أغسل وجهي، جيد، أغسل اليدين إلى المرفقين. أين هي؟ غسل اليدين إلى المرفقين 3 مرات، 5، 6. بعدما أغسل يدين إلى المرفقين، جيد، أمسح رأسي، مسح الرأس، 7. ثم بعدها مسح الأذنين، جيد، 8. وفي الأخير غسل الرجلين إلى الكعبين، 8. نراجع. النية والبسملة، ثم غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق والاستنطار، ثم غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، وبعدها مسح الرأس، مسح الأذنين، وفي الأخير 9، جيد، عفوا، 9، غسل الرجلين. نراجع مرة أخرى. النية والبسملة أولا، ثم غسل اليدين إلى الكوعين، ثالثا المضمضة، الاستنشاق والاستنطار، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، بعدها مسح الرأس، مسح الأذنين، وتاسعا غسل الرجلين. التمرين الثالث، أكتب كل كلمة في مكانها المناسب. نظافة، الوضوء، عبادة. أمرنا الله ب، أحسنتم، بالوضوء، بالوضوء قبل كل صلاة فهو، جيد،
عبادة. وكذلك أحسنتم نظافة. لأجسامنا من العرق والغبار والأوساخ. نعيد قراءة الفقرة. أمرنا الله بالوضوء قبل كل صلاة فهو عبادة، وكذلك نظافة لأجسامنا من العرق والغبار والأوساخ. التمرين الرابع، أربط كل الآية بالصورة المناسبة لها. لدينا الله الصمد، ولا يحض على طعام مسكين، إن الإنسان لفي خسر. لدينا أسماء الصور، صورة الماعون، صورة العصر، وصورة الإخلاص. الله الصمد، نتمم الآية الصورة. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ما اسم الصورة؟ أحسنتم، صورة الإخلاص. ثانيا، ولا يحض على طعام مسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جيد، صورة أحسنتم، صورة الماعون. ثالثا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صورة جيد، صورة العصر. نراجع، الله الصمد آية من سورة الإخلاص، ولا يحض على طعام المسكين آية من سورة الماعون، إن الإنسان لفي خسر هي آية من سورة العصر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.